السلام عليكم شباب، راح اجرب لكم سيارة سكات باك، سيارة عقيل ما شاء الله عليها تزويدات وتعديلات فتشي. وهذا الوحش الامريكي لسكات باك 6400 كربون فايبر، طبعا تزويدات وتعديلات ما يساوي 600 حصان تقريبا. بس هاي السيارة ناقصها شيء، المفروض دفع رباعي. لا 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 والله لا لا دفع رباعي، هاي من الصفر بعد ما حد يلزمها. خوش ما شاء الله السيارة كلش حلوة. ما شاء الله اسمع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيناها دي نزل الجامع. ليش ترس بريك؟ عدت تريله يا الله. اخليك يا سبورت، ما راح اخليها تراك. عاد قلت له انا قلت شلون سايد بريك مالته بالرجل مثل السور انت. ما شاء الله 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 الصوت حكيم. هي هي ما شاء الله ما شاء الله. طبعا سياره بس ما شاء الله التايرات دي لزمنها صراحه. انا كنت ما متوقع السياره هيك تايرات لزمنها، لان جربت ذيك ال 5700 كان تايراتها تعبانه. صحيح عقيل؟ اهم شيء التاير بالسياره خصوصا ال 5700 تايراتها تعبانه. أي. قامت ما تمشي عدل، ما تلزمها والله ما تمشي عدل. ما شاء الله واخر ولد. ما شاء الله. بس بصراحة تحس رزانة السيارة وقوتها من تعبر المية، تحسها ثبتت بالشارع. بس ما شاء الله هسه صعدك بسيارتي. والله صعدك بسيارتي. ما دبرها. لا 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 صعدك بسيارتي. بس ما شاء الله الصوت الصوت. بس هذا الصوت الصوت عليه ضريبة. الضريبة الأولى بنزين، الضريبة الثانية مخالفات. يعني حتى وانت تدوس والجام صاعد الصوت يطلع قوي. صوته كلش قوي السيارة. ما شاء الله. بيها هيدرز لون. تشوف خيرها ان شاء الله. تولع للحلة. لا. لا بس يوم الجمعة صوت هيس، باقي الأيام لا. ما شاء الله ما شاء الله. عقيل سويت لي واحد اشتري واحدة. بس قاعد عالم ثاني ما شاء الله. لا لا والسيارة تحسها لازقة بالقاع. أنا بصراحة جربت البي ام دبليو. بي ام دبليو من سقتها الاكس 6 حسيتها لازقة بالقاع. بس هاي ما شاء الله هم لازقه بالقاع، وش قد ما تدوس سياره لازقه بالقاع وانت هادينك طبيعي ما لك علاقه باي شيء. الفضل للطائرات ما شاء الله يعني. غير الطائرات ما تلزمين. طبعا ما تلزم. السياره تظل تفرق. بس لان الطائرات وهاي فرقنا عندي بالتماسك. صحيح. صحيح 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 صحيح. نوقفها بمكانها. منو؟ لا يا ابي شو تسوي؟ اربع لكات، لا هسه خلي يجون، شو اربع لكات؟ شو تسوي؟ شو تسوي؟ وين يمكن اخذوا مكانك يا ولد؟ زين وين اوقف لي قدام؟ وين اوقف لي قدام؟ زين راح مكانك عقيل تعذرني حبيبي. زين ليش راح المكان؟ اللي هنا يصير فراغ. يلا خير ان شاء الله، عندنا حمارات. دوس دوس. اي نشطة. اي ما اكو تراكشن. اكو اي اكو صحيح. بس لا تفصله. شو كده تفصله؟ صدق هو قال لك اعطينا الامانه يعني انت متعود على هاي. بس اي 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 هي شنو هي؟ تيربو. انا اشوف يمكن نص دوسه بعدين دوسه. هو هذا لاق. هسه فتح التيربو. روح فرقه هواي. ها ما يدرون متى
تعلمين على الصوت. صحيح صعدها جامتك صعدها. قد وصلت؟ 150. حلو ناشطه ما شاء الله. 1600 فرق 1600 و6400 كمقارنه بسيارتي ما تتقارن يعني مستحيل. بس يعني كمثيلاتها لو مثيلاتها تقول حجاره انا راكب من تركب سياره مثلها غير تقول انا راكب حجاره. زين هسه راح ادوس بيها ويا الاخ. عدى الانترا جي دي اي 2000 6 سلندر اعتقد تاخذ 6 سلندر. والله بصراحه اللي دست وياهم كلهم مزودين ف اي اذا جربوا وياها سهله سهل خوش لان الانطلاقه افضليه. لان دست انا دست ويا كامارو ستوك الله شاهد من المسيب الاسكندريه كل هنا انا قدامه يمكن 10 دوسات بس بدون تصوير خوش كل هنا انا قدامه دبل كلتش شدي وترى حتى بس صالون مالتها ما تنسمع بس هي بيها صوت. لا بيها صوت فيها. ايه صوت تيربو فشي. ايه والبريك؟ بريكها حلو. مو؟ وسياراتكم ثقيله تحسون اكو فرق. انا من نزلت من السورنتو وصعدت بيها قلت هاي بريكها مو طبيعي. خوش؟ ايه جوز فجها اكبر لان السياره تيربو. سياره يعني بيها ترتيبات شغل. وهذا المايك لازم اشرد من الصوت يطلع مو واضح اذا قريب عليه. الدوسه بين هاي البي ام دبليو المعدله ضد تشارجر سكات باك خلينا نشوف الفرق. ما شاء الله السياره فول تفريغ وفرغه شوله. روح اصعد ابو الوليد. جبت البي ام المزود الفول تزويد الله حندوس. هاي البي ام دبليو ويا هاي السكات باك. يلا اشتوقف تفرك لها راح يصير دنيا الليل يا ابو الوليد والعباس تصوير ما يطلع واضح. يلا يلا هاي السياره هاي تشارجر. اشرب ماي عطشت. يلا ابو الوليد يلا روح هلا بيك شلك بالمرأة.